لما تيجي حضرتك تسأليني تقولي ايه القضايا الأساسية اللي كنا بنحاول نطرحها في رولت، هي قضيتين اتخيل انهم كانوا من اكبر القضايا اللي احنا عايزين نناقشها من وجهة نظري، كنا حريصين عليها جدا انها تتقدم بشكل واضح وصريح والى حد ما مباشر، وهي فكرة الاولى العلاقة الزوجية ما بين اي زوجين، انه في حالة انه لما او اي اتنين مخطوبين او اي اتنين بيحبوا بعض او اي حاجة يعني او العلاقات العاطفية عموما خصوصا ما بين الرجل والست، ايوة طبعا العاطفية تبقى زوجية بالست وفسر الماء بعد الجهد بالماء يعني بس بالضبط يعني لا الحمد لله بين الرجل والست طبعا. فالفكرة هنا بتقول انه لو حصل خطأ ما عند اي طرف من الاطراف وما صرحش بيه الطرف الاخر، هنا تكون الغلطة الاكبر ونبقى صلحنا الغلط بغلط اكبر. ان مهم جدا جدا انه لما احد الاطراف يغلط مهما كان رد الفعل الاخر عنيف او قوي، ولكنه لما يحصل النهاردة وصارح بيه النهاردة واخد منه رد فعل النهاردة، الموضوع كله هيتساوى في 10 كلمات. لكن لو هذا الخطأ دريناه بنسبة يوم يومين اسبوع شهر شهرين، الموضوع بدل ما هيبقى 10 كلمات هيبقى 1000 كلمة عند كل واحد فيهم، فالموضوع هيكبر والموضوع ممكن يكبر وما تلاقيلوش حل. فاحنا هنا بنقول انه المصارحة والصدق، كلنا بنغلط وكلنا عندنا مشاكلنا الشخصية وتفاصيلنا اللي ممكن نقع فيها من غير قصد او بقصد، فاحنا واجب المصارحة ده مهم جدا ما بين اي اتنين في علاقة عاطفية. القضية التانية هي قضية حياة الفنان. من زمن الزمن بقت فكرة ان انت تجيبي ورق مكتوب عليه حياة فنان او فنان بشكل عام مش سيرة ذاتية يعني، حياة فنان او فنانة او مخرج وبتاع، فحتى جهات الانتاج يقول لك عم ما فيش بقى اركنا على جنب يعني، ما دي هم الناس ما يخصهاش لحياة الفنانين ولا بتاع، هم عارفين الفنانين دول عايشين في المالديف يعني في حتة كده لوحدها كده وبتاع. وحتى الناس ابتدى يحصل ما بينهم ما بين الفنان جاب كده، انه هم حاسين دايما ان الفنان ده في حتة تانية، رتوش واضواء وبتاع وتسقيف وفلوس كتير 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 ومالديف بقى وابراج عجيه ولامبرجيني معديه ولامبرجيني واكله ولامبرجيني شاربه ما علينا بس المهم مثلا. لكن هل الفنان ده الجاب اللي حصل ده خلى انه الناس ما تستوعبش بعد ما كانت الناس مثلا يعني عايشه مع ام كلثوم اللي لمت للكفاح الشعبي وللجيش وقت اللي برعت بحاجات، وقت ما كان عبد الحليم بيعمل مش عارف ايه، وقت ما حتى قصص النجاح اللي كانوا بيعملوها للمطربين وللفنانين والبتاع، انه الفنان ده جزء منك، جزء من مجتمعك، جزء من الحاره بتاعتك، هو طالع من تحت في معبود الجماهير، عبد الحليم طالع من الحاره. فإذا الموضوع ده بقى فيه جاب، حصل جاب فجأة انه لا بنسمع ولا بنفهم ولا بنستوعب انه الفنان ده بني آدم بيتألم، عنده وجع، عنده قصور مادي، عنده قصور في حياته العائلية، عنده قصور ممكن عيل من عياله عيان، عيل مريض، عيل تعبان، مراته فيها كذا مش عارف ايه. هذه المساحة للأسف الشديد ما بقتش موجودة، بقى الفنان متاخد بس بفكرة الأضواء. ولذلك كانت الحدوتة الثالثة أو الطلقة الثالثة اللي كانت موجودة هي فكرة إن شيرين بتقول له تعالى نعمل مشروع، أنت ما حدش عارف الزمن شايل إيه، ما حدش عارف كذا، لأنه التاريخ للأسف الشديد، تاريخنا الفني للأسف الشديد من فنانيننا العظام والكبار غير مستقرة على الإطلاق، وكان نهاية حياتهم هي نهاية للأسف الشديد مؤسفة ومش ألطف شيء. فحتى احنا حاولنا نطرح الفكرة دي انه يا جماعة الفنان عنده تخوف وعنده هاجس انه في الاخر بيندرج literally يعني او حرفيا زي ما بيقولوا تحت فكرة بند الارزقي. يعني السنة دي جاله 3 اعمال، السنة الجاية ما جالوش، السنة اللي بعدها ما جالوش. يعني استاذ خالد زكي كان قال في احد البرامج يعني انه لو الفنان
قعد سنة على سنة ما جالوش عمل بقى أصبح مثلاً. عنده مشكلة في حياته اليومية في حياته اللي هو المم طبعا انا مش قصدي اسودها في حياه في وش الناس ونقول يعني انه الفنانين يعني مش لاقيين والكلام ده لكن انا قصدي اقول ان ده جانب مخفي في حياه الفنان وهو طبيعي يكون مخفي عشان كم الاضواء وكم الحاجات اللي بيتعرض ليها من لبس وشياكه ونزول ومؤتمرات وحاجات ما فيش الجانب الاخر ده الجانب الشخصي ده للاسف ما بيتشافش إلا لما للأسف الشديد لما يحتاج